الجيش المصري يقوم بمناورة عسكرية ضخمة مفاجئة بالذخيرة الحية قرب حدود الكيان. هل حانت ساعة الصفر؟ شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لأنسب أسلوب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية الذي نفذته إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني وعناصر من القوات الخاصة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. طبعا كلنا عارفين أن الجيش الثاني الميداني هو المسؤول عن حماية شمال سيناء. بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، أشار خلالها إلى أن رجال الجيش الثاني الميداني محافظين على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، مؤكدا أنهم لا يدخروا جهدا لحماية أرض مصر ومقدرات شعبها. أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه الطيبوغرافي وأوضاع القوات داخل البيان وتنفيذ مراحل البيان واستعراض أنسب الطرق والأساليب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان في أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقا للموقف، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. طبعا واضح أن الهدف من هذه المناورة هي رسالة ردع جديدة من الدولة المصرية لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر، وإعلان جديد لجهوزية قواتنا بشكل كامل على حماية أمن مصر القومي. وهنا في موضوع مهم لازم نتكلم فيه للرد على الناس اللي بتسأل، هو الجيش المصري ساكت لغاية دلوقتي ليه؟ إمتى مصر تدخل الحرب؟ تعليقات زي كده كتير بتقراها على السوشيال ميديا، خصوصا لما تشوف توجه الإعلام المعادي والإعلام البريطاني الناطق بالمصري. هتلاقي تسخين غير عادي ما بين تحريض الناس على دفع الجيش للحرب بشكل مباشر، ومرة تانية بشكل غير مباشر بالتقليل من قيمة الجيش المصري لاستفزاز المصريين. هو ده جيش يقدر يحارب؟ مصر أساسا ما تقدرش توقف قدام إسرائيل، وكلام من هذا القبيل. وهنا في نقطة مهمة لازم نتوقف عندها، وهي التوقيت. الوقت في صالحنا مش ضدنا، ودي حاجة مهمة لازم نفهمها. دخول مصر كطرف في الحرب دلوقتي هيواجه بحملة إسرائيلية تحريضية ضد مصر، إن مصر بتعتدي على الكيان ولم تلتزم باتفاقية السلام وبتحمي الإرهاب، ويلا يا أمريكا ويا بريطانيا اضربوا في مصر لأنها بتدعم الإرهابيين وضد إن جيش الاحتلال يدافع عن نفسه. عشان كده لو تاخدوا بالكم في الأسبوع الأول من العملية العسكرية الإسرائيلية كان العالم كله على قلب رجل واحد بيقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وفي الأسبوع الثاني بدأت اللهجة تخف شوية، وإن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها ولكن يجب أن تراعي حياة المدنيين وقانون الدول، وفي الأسبوع الثالث بدأت الأصوات تعلى أكتر إن إسرائيل تجاوزت حق وحد الدفاع عن النفس من داخل الغرب نفسه، وفي الأسبوع الرابع اللي احنا فيه بدأت معظم دول العالم تطالب بهدنة إنسانية ووقف الإطلاق النار. الوقت مع استمرار العدوان هو أقوى سلاح بيدمر السردية الإسرائيلية، والأصوات الغربية عمالة تزيد ضدها كل يوم وبيفقدوا الدعم الشعبي والسياسي في العالم كله. آخرها النهاردة استقالة موظفة كبيرة في الخارجية الأمريكية واتهامها لبايدن بالمشاركة في الإبادة، وقبلها مدير منظمة العفو الدولية وتصريحات حادة من مدعي المحكمة الدولية وأمين عام الأمم المتحدة، وكمان المظاهرات كل يوم بتتصاعد في العواصم الأوروبية من لندن لواشنطن ومن باريس لبرلين. عشان كده اختيار توقيت التدخل هو أحد العوامل الفاصلة في تحديد نتيجة المعركة، وإن احنا محتاجين أكبر قدر من الدعم الشعبي والسياسي الدولي في حالة التدخل. لازم نثبت للعالم كله إننا بندافع عن نفسنا مش معتدين، لازم يبان قدام العالم كله إننا بنحمي أمننا القومي مش طمعانين في جزء من غزة أو فلسطين، والأهم إنك لما تاخد قرار التدخل تكون استنفذت كل الأدوات والفرص المتاحة لحماية أمنك القومي بالطرق السياسية والدبلوماسية لتفادي فاتورة الحرب واقتصاد الحرب. ولازم يكون تهديد أرضنا أصبح واضح وبين أمام الدنيا كلها، لأنه من سنين وهم عايزين يستدرجونا لأي معركة ومش عارفين، لاستنزافنا سياسيا واقتصاديا وعسكريا. حصل ده بكل الطرق
لمحاولة ثورتنا في سوريا وفشل، وانتصرت الرؤية المصرية، ومرة تانية في ليبيا وفشل، ومرة تالتة في إثيوبيا لضرب سد آيل للسقوط مبني على الدعاية وغير قادر على حجز كميات من المياه تسببت في ضرر جسيم لمصر وفشل. ودي تقريبا المرة الرابعة آخر 10 سنين بس. وهنا لازم نفرق كويس قوي بين حاجتين، بين قدرتنا على حماية أمننا القومي بحسم وحزم، وبين أننا ما نتورطش في حرب كان ممكن نتجنبها أو ما كانش ليها داعي حقيقي بيهدد أمن مصر القومي. لازم هنا نفهم أن مصر لا تخوض حروب بالوكالة أو بالنيابة عن أحد، أو بتخوض حروب أو معارك للآخرين بدلاً عنهم، أو بتتحمل بلا سقف أخطاء الآخرين، أو بتسمح للآخرين تصدير الحرب لمصر. أما من أشعل الحرب في غزة وقدم الفرصة لإسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وإبادة القطاع فعليه هو إطفائها، ومصر مش ملزمة إلا بالواجب الإنساني لمساعدة سكان القطاع وبذل كل ما تستطيع للتخفيف من معاناة أهلنا ووقف إطلاق النار بكل ما نملك من قوة. عشان كده هنا يجب أن يفهم هؤلاء أن مصر بتمارس هذا الدور وفق سياستها وحساباتها. احنا حتى الآن متبعين سياسة تطويق الأزمة سياسيا في محاولة لمنع اشتعال الإقليم، وبنتحدى أمريكا ومعظم دول الغرب لوحدنا، وقدرنا نكسر الحصار وندخل المساعدات ونخرج المرضى والمصابين، وفي كل المحافل الدولية عمالين نضرب السردية الإسرائيلية والغربية، وكل ده وعارفين إننا هندفع ثمنه خصوصا اقتصاديا، ومع كده مستمرين في دعم القضية وعدم السماح بتصفيتها والعمل على وقف العدوان. وبالتالي يجب أن نعرف أن كل دعوات دفع مصر للحرب أو اتهامها بالتخاذل في التعامل مع القضية الفلسطينية هي محاولة لتوريط مصر لأهداف خبيثة ضد المصالح الوطنية المصرية. مصر لا تلام أبدا على أخطاء شعوب وحكام آخرين، ولا يوجد في العالم أجمع دولة تلام على أخطاء حكام وشعوب آخرين. الجيش المصري غير مطالب بشن حرب إلا لو هددت بشكل مباشر حدود مصر وأمن مصر وحياة المصريين ومقدرات الشعب المصري. ومع كده هناك إدراك عميق ودقيق داخل أجهزة الاستخبارات المصرية والجيش المصري في تشخيص وتحليل ما يحدث على حدودنا، لأنهم بوضوح امتداد وعمق أمننا القومي. وبمجرد ما الأمور تتجاوز وتهدد أمننا القومي، هنا الجيش لن يتوانى أبدا عن حماية أرضنا وحدودنا، لكن موعد تدخلك وطريقته وأسلوبه لتحييد الخطر لازم يكون محسوب بالملي مش بالسنتي. لازم تقوم بيه لما تستنفذ كل أوراق اللعب وكل أدوات الضغط وكل الحلول السياسية والاستخباراتية والدبلوماسية، ولازم تقوم بيه بشكل احترافي يتحقق الهدف منه من غير أو بأقل الخسائر الممكنة عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، ولازم تقوم بيه في التوقيت والمكان والأسلوب اللي انت تختاره مش اللي عدوك يختاره. الهدف مش اننا نحارب وخلاص، الهدف اننا نحيد الخطر بدون ما نقع في فخ استنزاف سواء لرصدنا السياسي او العسكري او الاقتصاد، لان هو ده اللي هم عايزين. والعبقرية هنا هو ازاي تفشل المخطط ده وتتصدى ليه وتحيد خطره وتهديده باقل الخسائر الممكنة من غير ما تتورط في حرب ان امكن، بانك توصل لعدوك رسالة رضا يبقى مقتنع ان دخولك الحرب مش هيبقى نزهة ليه، وانك قادر على تحييد تهديده وتكبيده خسائر اكبر بكتير من الخسائر اللي هو عايز يستنفذها منك، وتستخدم كل ادوات الضغط والردع لتحقيق ده بدون حرب. مش مجرد رسالة، لا، لان دي الحقيقة فعلا. كلنا شفنا فرقة واحدة من جيش ضمن جيوش مصر عامل ازاي، فما بالك باستفزاز جيش مصر الاقوى في الاقليم بدون منازع. وده السيناريو الاول، تحييد الخطر بالردع وادوات الضغط. اما السيناريو الثاني لو الحرب بقى اتفرضت عليك والعدو لم يرتدع، هو ازاي تحقق هدفك باقل الخسائر الممكنة بدون استنزاف رصيد الدولة المصري العسكري والسياسي والدبلوماسي والاقتصاد. عشان كده عبقرية التعامل مع الأزمة الحالية هي في إدارة التفاصيل، في إدارة مراحل التصدي ومستويات التصعيد، في اختيار ميعاد المعركة ومكانها وتوقيتها، في القدرة على المناورة والحسم في نفس الوقت، في القدرة على إظهار الشرعية والشعبية والغطاء الإعلامي والسياسي لأي تحرك، في القدرة على الردع وإدارة أدوات الضغط والصبر والحكمة. أنا اللي أحدد إمتى أتدخل وإزاي وفين مش أنت.
عشان كده لازم تعرفوا ان كل الدعوات المشبوهة اللي بتحاول صناعة رأي عام ضاغط على متخذي القرار واتهام مصر بالتخاذل تجاه القضية الفلسطينية او القضايا العربية كلها محاولات استفزازية لتوريط مصر واتخاذ قرارات خاطئة من ناحية، ومن ناحية تانية محاولة لإفقاد القيادة المصرية للتكاتف والدعم الشعبي وشق وحدة الصف وضرب الجبهة الداخلية. مصر لا يتم استدراجها إلى أي معركة، بل هي من تختار متى تحارب ومتى تلعب سياسة. مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أبدا. مصر درع فلسطين التاريخي لن تسمح للقضية أن تموت. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.